حول الجذور و الاشياء اللي كتجمع اوروبا وافريقيا. يعني هم مقالات تكتبت في جريده اولتيما اورا في مايوركا، وفي هذه المقالات كنهضروا على لا جلوباليزاسيون، يعني العولمه، كنهضروا فيها على العلاقات التجاريه، على العلاقات الدوليه، وفيها مواضيع كتخص العالم العربي والعالم الاسلامي. وانا كطنجاوي هذا هو الافكار اللي عندي كتجي اصلا من ديك البنيه الشخصيه الطنجاويه اللي هي شخصيه عالميه. دائما كتجبر بان طنجاوه عندهم كيتكلموا بزاف ديال اللغات، كيقدروا يتعاملوا مع بزاف ديال الجنسيات. هادشي اللي سمح لي اني واخا عايش في الاسبان مايوركا، انا دائما كنتفكر الاصل ديالي كطنجاوي، وكنحاول ما نفقدش ديك الصله الوصل اللي كاينه بين الاصل والاقامه. يعني كاين واحد الجسر بين ديك الاصل والاقامه، وهذا اللي كنتكلموا عليه في افريكاليزاسيون، يعني ديك الجسور اللي خصها تبنى بين الثقافات، بين الجنسيات، بين الاشخاص بصفه عامه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.